رصيد 1392 نقطة توجت سلمى أيمن لاعبة منتخب مصر بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث. البطولة المقامة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة انطلقت يوم 7 مارس الجاري وتستمر فعاليتها حتى 12. وجاءت المجرية ميشيل جولياش في المركز الأول متوجة بالميدالية الذهبية برصيد 1403 نقاط. لا يزال لدي الكثير لتحسين الانضباط البدني والسباحة والجري، وما زال لدي وقت للمنافسة الرئيسية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين. دي من أقوى الكاتيجوريز في الاتحاد الدولي، دي أول تصفية تعتبر للتأهل لأولمبياد باريس 24، فدي أهمية البطولة. كل أبطال العالم أبطال الأولمبياد كلهم موجودين، فبالتوفيق الحمد لله نتيجة مصر كانت أكثر من رائعة النهاردة. انطلقت منافسات نهائي فرد السيدات بتمثيل لاعبتين مصريتين في النهائي وهما ملك إسماعيل وسلمى أيمن، والتي شارك فيها أكثر من 150 لاعبا ولاعبة من 35 دولة. المنافسة كانت جامدة جدا، والسنين اللي فاتت طبعا هم كانوا فوق واحنا كنا بننافس معاهم، بس الحمد لله قدرت ان انا اخش جوه الست تاني معاهم. الخماسي الحديث رياضة مركبة يمارسها لاعب واحد يتنافس على تجميع النقاط من 5 لعبات، هي السباحة والرماية وسلاح سيف المبارزة والفروسية والعدو. تكمن أهمية تلك البطولة في تأهيلها لأولمبياد باريس 2024، حجزت مصر فيها مقعدين بلاعبتين قبل أن يعلن نهائي الرجال حجز باقي المقاعد. كريم شيخ الغد، القاهرة.